إذا كنت ترغب في أن تتقمص دور شرطي المرور وكنت من أهالي حي بابا بالقاهرة، يمكنك الآن أن تنضم إلى شباب اللجان الشعبية بهذا الحي بعد أن أخذوا على عاتقهم تنظيم عملية المرور الصعبة في هذه الشوارع. الفكرة بدأت من حوالي شهر وهي مستمرة لغاية دلوقتي، لأن ما فيش رجل مرور في الشارع المصري، وإن يتواجد ما بيشتغلش. يعني لو حضرتك شفته في الشارع هتلاقيه قاعد ما بيشتغلش أو بيتكلم في الموبايل. المنطقة دي حساسة شوية، فيها مشاكل كتير بتحصل، في ميكروباصات بتيجي مش عارف من الساحل، بتيجي من حتت تانية. بنبتدي نحاول ننظم اليوم دوت بحيث إن يطلع شكل كويس، الناس كلها بعد كده تبتدي تطلبه. يعمل كل شاب هنا متطوعا، لذا ليس شرطا أن يكون متفرغا بصورة كاملة لكي ينضم إلى هؤلاء، بل يكفيه أن يخصص ساعات محددة في أيام معينة يختارها لتنفيذ مهمته. واللي بيساعدنا على كده الناس نفسها، هي اللي بتساعدنا، عشان كده هي اللي مخلينا مدينا حافز لان نشتغل. لو لقينا ما فيش قبول ولا حاجه مش هنشتغل. على قد ما نقدر بنحاول اللي احنا نبين للناس ان في شكل كويس ممكن يبقى موجود، فاحنا بنعمل الكلام دوت ثلاث وخميس، بحيث ان دوت بيبقى اليوم اللي فيه زحمه كتير في المكان هنا. لو ابتدينا اليوم دوت نعود الناس ان اليوم ده يبقى كويس، تاني الناس كلها تتعود. يعني يومين مش سهلين يعني. وحتى تكتمل الصورة ويظهر أعضاء هذه اللجنة الشعبية في حي بابا بهيئة شرطي المرور وسط هذا الشارع المزدحم، كان على كل منهم أن يرتدي هذا الجاكيت المميز. دي كتمييز نعرفهم أن احنا مش تبع الحكومة القديمة، عشان ده كان ما نعرفهمش اللي احنا تبع المرور القديم، لا احنا بني ادمين عاديين زيهم بس بنساعدهم. اللبس حضرتك، احنا جبنا اللبس بقى لمينا من كل عضو في اللجنه جنيه، يعني التوتال ادينا 1200 جنيه. ال 1200 جنيه جبنا بيهم اللبس اللي حضرتك شايفه، وعملنا بيهم اليوفط، وعملنا بيهم الكرنيهات اللي هي متعلقه معانا دي. لا يمتلك اي من هؤلاء بحكم القوانين المصريه صلاحيات الشرطي الكامله، لكن اعجاب اهالي الحي وتقديرهم لما يقدمونه يشعرهم باهميه وقيمه مجهوداتهم في تيسير حركه المرور في هذه المنطقه الشعبيه المزدحمه. والله هو موضوع كويس، ويا ريت الناس كلها تقف تساعد بعضيها كده، البلد هتمشي. ناس محترمه وبيسهلوا حركه المرور، بيسألوها فعلا. يعني الفكرة كلها ان انا ما عنديش مانع ان انت تنزل تساعدني بإشرافي انا، بس ما تنزلش تعطل شغلي. رغم وقوفهم جنبا الى جنب مع رجال المرور، الا ان الشرطة ما تزال غائبة عن بعض الشوارع المصرية من وجهة نظر هؤلاء الشباب، وهو ما يدفعهم الى الاستمرار في عملهم الذي بدأوه منذ الايام الاولى للثورة المصرية.